أنت الآن تقف في بلاط فاروق آخر ملوك مصر. حظك العاثر قادك لتشهد على أحد أسوأ أيام الملك الذي يذرع باحة القصر ذهاباً وإياباً، وغضب العالم يتفجر في صدره. فاليوم وتحديداً 10 مايو من عام 1950، على بعد آلاف الكيلومترات، كانت أخت الملك الأميرة فتحية تعقد قرانها بأمريكا على رجل غير اعتيادي، ليس فقط لأنه ليس بأمير أو ملك ومجرد موظف بقنصلية مصر بمارسيليا، ولا لأنه لا يدين بالإسلام ومن أتباع الديانة المسيحية، بل ربما يكفي أنه عشيق السيدة الوالدة الملكة نازلي خانم شخصياً. 26 عاماً مرت على غضب الملك وتجريد أمه وأخته من ألقابهما، فها أنت تقف مجدداً، لكن هذه المرة في شقة بائسة في الولايات المتحدة، لتظهر النتائج الحقيقية لزواج بدأ بعشق تطلب تغيير الدين وخسارة الألقاب الملكية، وانتهى بجثة الأميرة فتحية وبرأسها 5 رصاصات، وضع بها الزوج العاشق للابنة والأم معاً نهاية الحكاية. فتى أحلام الأم والابنة. في 17 من ديسمبر من عام 1930، كان الملك فؤاد بانتظار ابنته آخر العنقود من زواجه الثاني من الملكة نازلي التي لطالما ذوبت قلوب العشاق. قدوم فتحية إلى حياة فؤاد غير كثيراً من طباع الملك الذي كرس كثيراً من حياته لابنته المدللة، وكان يناديها آتي، فباتت أقرب أبنائه وبناته إلى قلبه، إلا أنه لم يكن يعلم قبل وفاته أن الطفلة المدللة ستتحول إلى أكثر الأحداث المحرجة في حياة أخيها الملك فاروق، إذ بدأت الحكاية بسفر الأميرة فتحية مع أمها الملكة نازلي وشقيقتها الأميرة فائقة إلى أوروبا. الأقدار ساقت إلى العائلة الملكية رياض غالي، الموظف البسيط بالقنصلية المصرية بمارسيليا، وكانت مهمته حمل حقائب الأم والبنتين. إلا أن غالي كان من الذكاء ما مكنه التسلل لحياة الملكة والأميرتين، ليتمكن خلال أسابيع من التقرب بشكل كبير من الملكة نازلي، وظل ملازماً لها خلال كل تنقلاتها سواء في الخارج أو الغرف المغلقة. لم يغب غالي عن رفقة الملك والأميرتين خلال جولتهن من سويسرا إلى فرنسا ثم إنجلترا وصولاً إلى الولايات المتحدة، ما أثار شائعات عن علاقة غرامية نشأت بين الملكة والموظف البسيط. تواجد غالي الدائم مع الملكة سمح له التقرب أيضاً من الأميرة فتحية التي وقعت بحب غالي ورأت فيه فتى أحلامها. وبينما تحدثت مصادر تاريخية عن استمرار علاقة غالي بالملكة نازلي في الوقت ذاته الذي كان بها عشيق الأميرة فتحية، مصادر أخرى ذهبت على أن نازلي تنازلت عن غالي لابنتها بعد أن رأت عشقها الشديد له. زواج النكاية. العوائق أمام زواجها من غالي لم تعني شيئاً للأميرة فتحية، فتناست أنها أميرة من العائلة المالكة بمصر، وأن حبيبها ليس إلا موظفاً بسيطاً، كما غيرت دينها الإسلامي واعتنقت الديانة المسيحية، وهو الأمر ذاته الذي فعلته أمها نازلي أيضاً، ولم تعر بالاً إلى الشائعات عن علاقة أمها العاطفية بغالي. إلا أن الزواج لم يتم إلا نكاية بالملك فاروق الغاضب، فما أن زوج فاروق شقيقته الأخرى فائقة من فؤاد صادق بك، حتى غضبت الملكة نازلي من هذه الزيجة التي تمت دون وجودها، وأمرت بزواج الأميرة فتحية من رياض غالي، ليتم عقد الزواج المدني في سان فرانسيسكو عام 1950. وكان عمر الأميرة فتحية آنذاك 20 عاماً، ما حدا بالملك فاروق تجريد أمه وأخته من كل الألقاب الملكية. رصاصة الحب. 6 سنوات من الزواج شهدت إنجاب الأميرة فتحية أبناءها رفيق ورائد ورانيا، كما حفلت بمكاسب مالية كبيرة من غالي اختلسها من الملكة وابنتها، بعد أن حصل على تفويض كامل من نازلي وفتحية بالتصرف في شؤونهما المادية، لكنه خسر الكثير من المال في استثمارات فاشلة.
وانتهى الأمر إلى إعلان الملكة نازلي إفلاسها عام 1974 بعد تراكم الديون، ما وضع حداً لحياة الترف التي كانت تحياها نازلي وفتحية، فانتقلا من الحياة الفاخرة في بيفرلي هيلز إلى ظروف أقل رفاهية في سانتا مونيكا، قبل أن ينتهي المطاف بفتحية في شقة متواضعة غرب هوليوود بعد أن هجرت غالي عام 1973 وطلبت منه الطلاق. وفي شهر ديسمبر من عام 1976 ذهبت الأميرة السابقة إلى منزل زوجها السابق لاسترداد بعض ملابس والدتها، فوضع 5 رصاصات برأسها ليمنعها من الخروج، ثم حاول بعدها الانتحار بإطلاق النار على رأسه، لكن تم إنقاذه بصعوبة ليموت بعدها في سجنه وهو أعمى ويعاني من الشلل. وأنت، هل تعرف قصص حب أخرى عاصفة انتهت بمأساة؟